أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تعتبر الصوفية من أهل السنة والجماعة؟ في الأصل، لكن كم يخرج من أهل السنة وكم يرتد من أهل السنة والجماعة؟ يكون الإنسان من أهل السنة والجماعة ثم يرتد، إذا عبد القبور ارتد ولو كان أصله من أهل السنة والجماعة. نعم. ويقول أحسن الله إليكم في بقية سؤاله: وكيف أتعامل مع من يدافع عن الصوفية؟ تنصحه وتحذره من ذلك، فإن أصر تبتعد عنه، لأنك بلغته ونصحته ولم يمتثل فابتعد عنه. نعم.